جود افترنون بتفيولا. هلا رح بلش انا وياكم نعمل نقره الكوسه اللي عملتها امبارح ووعدكم انه فرجيكم اياها، بس بدي اعملها على بيض. هيدي نقره الكوسه مشان دزين ونص كوسه طلع لي هالكميه هيدي. هلا رح اشرحكم كيف بدي اعملها. بعوز 3 حصوص ثوم مقشرين، كمان بدي اقطعهم. بعوز ملعقتين زيت زيتون مشان القليه، وبعوز نص ملعقة صغيرة بهار أبيض، نص ملعقة صغيرة ملح، ربع ملعقة صغيرة كزبرة يابسة، وبعوز ربع ملعقة صغيرة قرفة ناعمة، وبعوز 5 بيضات. هلأ البيض في الواحد يحط 4، في الواحد يحط 5، بيرجع مثل ما هو بحب. وهون ملعقتين صغار ربع نضورة، وهون بصلة بدي هلا افرمها فرم ناعم. وهلا رح افرم البصل. جهزه، ما بتعوز اكثر من بصلة صغيرة، هيدي بصلة متوسطة فيي اقول. هلا هي البصلة بالقلية بتدوب، يعني اذا طلعت هيك شي وحدة كبيرة شوي صغيرة مش مشكلة، بس انا رح اجرب قد ما فيي اقطعه. هلا رح احط البصل هون بالكاسه على جنب، لكن قطعت الثوم. هلا هو 3 حصوص ثوم كمان بدي اقطعهم صغير، في الواحد يمعصهم اذا بده يدقهم بالدقه يعني. انا بدي افرمهم فرن صغير، بحب نكهتهم بالاكل. هلا نقطة الكوسه في الواحد يعملها على عجه كمان، يقليها بالزيت او يعملها عجه بمدها بالصينيه بالفرن، يعني في عده طرق، بس انا اليوم حبه فرجيكم هالطريقه، يمكن قليل كتير اللي بيعملوها، لانه هيدي طريقه كتير قديمه بس انا بحبها لانه كانت الماما دايما تعملنا اياها. هلا بحط البصل فوق الثوم بيكونوا مع بعضهم، ما بقسم لانه بالقليه رح اعملهم مع بعضهم. هلا عندي انا هون، هلا هيدا هولي بجمعهم مع بعضهم حد بعضهم لافرمهم. هلا هول بفرمهم، بعملها هيك، بدي افرمهم فرم صغير بس مش ناعم على المكنة، لازم ينفرموا بالسكينة لأنه رح يرجعوا على النار يدوبوا، يعني ما حيبينوا. بس بعملها شوي بالسكينة هاي. وهيدا نقطة الكوسة من بعد ما ينفرم لازم الواحد يعصره منيح، لأنه بيبقى بيحتوي على مي كتير. بس انا بس نقرتهم للكوسيات حطيت بكعب الجاد ورقه لتمتص المي تبع هيدي الورقه، حطيتها هون لتمتص المي تبع نقرة الكوسه. وكمان هلا بس افرمهم وحطهم بهالجاد كمان حاطه ورقه هون لحتى لي تمتص المي تبع نقرة الكوسه. هيك مش عايزه اضغط عليهم كثير لحتى لي صفين من ميتهم، بكون ديجا الورقه امتصت المي تبعت نقرة الكوسه. هلا هول لانهم قاسيين عم بفرمهم، بس هول ما في يعصرهم، هول قاسيين وكمان ناشفين ما فيهم المي. هول اللي سحبتهم بوحديه الكوسه من قرفة الكوسه. هلا يلي عم بفرمهم بحطهم بجاط لوحدهم على شقفه او بيبر تاول موجود بيمشي حاله، بس لحتى لي يمتصوا الميات تبعوا نقرة الكوسه، لانه نقرة الكوسه بيحتوي على مي كثير عاليه. هلا هولي بشيل شوي كم شد بايدي هيك، لازم اعصرهم قبل ما افرمهم، بضغط عليهم بايدي هيهم. هيدي ميته، شفتوا ميته؟ هيدي ميته، ضغطت عليه قد ما فيي، وكمان برجع بضربهم بالسكينه شوي، هن اصلا على النار رح يدوبوا ما حيبين منهم اثر. بحطهم فوق بعضهم بفرشهم هيك،
خل كمان يصفوا ميتهم على الشقفة. وبكفي الشغل، بشيل كمان برجع شوي على ايدي هيك، وبضغطهم فوق صحن نضيف ميته تنزل. هيدي المي نقرة الكوسة، شفت الكوسة قديش بيحتوي على مي عالية؟ يعني كتير منيح الكوسة للرجيم، وكتير منيح كمان إذا واحد عنده إمساك وصعوبة يفوت على التواليت، كتير منيح ياكل كوسة يعملها سلطة أو يسلقها شوي صغيرة مش كتير حتى ما يروحنا الفيتامين منها، وياكلها يرش عليها ملح يعصر عليها حامض وياكلها، كتير بتساعد الكوسة كتير مفيدة. في منهم نقرة الكوسة بيعملوها متبلة، يعني بخلوا المي لتغلي وبسقطوا نقرة الكوسة بالمي المغلية شي 4 دقايق مش أكتر من هيك لأنه بتدوب، 4 دقايق 5 دقايق ماكسيموم، بيرجعوا بيشيلوها بعصروها منيح وبكونوا دقين توم وحامض وحاطين طحينة عليها مع نقطة زيت وخاطينها منيح، بيرجعوا بحطوا نقرة الكوسة اللي مسقطينها كانوا بمية السخنة، رجعوا أكيد مبردينها ومعصرينها، بحطوها فوق اللي بدك تقولوا صارت طرطور فوق منها وبيحركوها، بتصير طعمتها مثل البابا غنوج أو الحمص متبل، كتير طيبة، جربوها وشوفوا شو طيبة. وهلا من بعد ما فرمت نقرة الكوسة قدامكم، فرمت البصل مع الثوم وعصرنا نقرة الكوسة وهيدي المي اللي طلعت منه، هيدي المي اكيد رح كبها لانه مش عايزة تلا شيء. هلا رح ننقل سوا على المطبخ لنبلش بقلية البصل ونطبق الطبخة واشعكم كيف طبقناها. هلا رح احط الغاز رح ولعه على اول شيء على الهاي على نار قوية، حطيلي شوي تسخن الطنجرة، بدي احط الزيت الملعتين الكبار اللي شيلتهم سقطهم، انا ما بحب احط كتير زيت، ملعتين بفتكر بتأدي. هلا بس يسخن الزيت شوي بدي سقط القلية مع الثوم، البصلة مع الثوم فوق منها. هلا لنسقط البصل، بعتقد سخن شوي الزيت، رح سقط البصلة. أنا بعرفه إنه سخن الزيت لما بيعطي صوت، لما بنزل البصلة بيعطي صوت، هلا ما هو الزيت ما كتير حمي شوي، هلا رح ننطر. إذا بدي القلية دغري تطلع ومستعجلة برش علي رشة ملح صغيرة تتحمر بسرعة البصلة وبتكون جاهزة لحتى لي حط نكس انجريديان بدي احطه. هلا ناطرتها لتحمر شوي تشقر لنزل نقطة الكوسة عليها. عجن شوي بالقلية بس ما بكثر لأنه عايزة كمية الملح الباقي بس نزل البيض. أنا بحب أحط الملح على البيض قبل ما بلش بحط البيض. بتمنى تجربوها هالوصفة الأكل، وإذا حبيتوها حطوا لي كومنت، بتحب أقرا تعليقاتكم على نوع هالأكلة، لأن هالأكلة قليل اللي بيعملها لأنه أكلة قديمة، بس كتير لذيذة كتير طيبة، صدقوني بس تجربوا تعملوها أول مرة ما بقى تحبوا نقص الكوسة، على طول حتعملوها بهالطريقة هاي صحية أكثر من العجة. وهلا خففت شوي قوة النار تحت منها لأنه بدي البصلة تبق ميتها كمان، لأنه ما بدي زيدها لا زيت ولا زبدة. هلا في منهم بحبوا يحطوا مع زيت الزيتون شقفة صغيرة زبدة لتعطي النكهة للطعام، كمان بتعطيها نكهة كثير طيبة، بس أنا مش رح أحط زبدة فيها، بس حطيت شوي ملعقتين زيت زيتون. بعدين زيت الزيتون أفضل تعملوه على نار خفيفة، نار واطية مش نار قوية، لأنه بقولوا زيت الزيتون إذا انحط على نار قوية ببطل صحي، بصير يضر الإنسان بس ياكله، فمشان هيك أنا هذا كمان وطيت النار. وهلا من بعد ما شقرت شوي البصلة، طبعا بخليها كثير كثير تشقر لأنها ساعتها بتذوب، رح نزل نقطة البوسة كلها فرد دفعة. هلا كثير بقلبها حتى تكبر،
هلا في ناس كمان بحبوا مع نقطة الكوسة اخر شيء من بعد ما يحطوا البيض بحبوا يرشوا لها بقدونس طازة، يعني بغسلوا بقدونس بيفرموا فرم ناعم وبرشوا عليها بقدونس، بس ما بيدخلوا البقدونس، بس تخلص الطبخة برشوا بقدونس وبغطوها. أنا هلا فوق نقطة الكوسة قبل ما غطيها لتدبل على البخار لحط لها بهار الأبيض، هيدا بهار أبيض، ولحط لها الكزبرة اليابسة، ولحط لها القرفة، بس خليت الملح، الملح بحطه بس بدي اكسر البيض عليها. هلا بحركهم حركة صغيرة وبدي غطيهم لحتى اللي شوفوا دبلوا شوي، يعني يمكن 3 دقايق يمكن 4 دقايق حسب. هلا رح غطيهم وبقلكم قديش اخذوا وقت بتغطيهم. هلا بغطيهم لشوفهم شوي دبلوا، برجع بكشف عليهم وبكسر البيض يعني بحركهم، وهذه هي طبختنا. هلا من بعد دقيقتين على الاد كشفت عليها وعم بحركها، الاد لازم بعد غطيها لحتى لي بعملها استوى، رح ارجع غطيها بعد شي دقيقتين. اوكي وهلا رح شوفها اذا استوت من بعد ما صار لها 4 دقائق على النار على حراره وسط. هلا انا كيف بعرف انها بقش بدها تستوى؟ باخذ اكبر وحده يلي فرمته كنت بالسكينه وبدوقها، اذا قرشت بعدها عم تقرش شوي صغيره رح ارجع غطيها لانه هي لازم تكون شوي صافي. وهلا من بعد دقيقة رجعت غطيتها بقش بدها خلص لازم احط لها البيض. هلا فيكم تحطوا البيضة بكاملها مع الصفار ومع البياض، وفيكم تحطوا البياض لوحده، إذا الواحد الصفار البيض بضره في شيله يكبه، حط بس الإيج وايت عليها، يعني حط بس زليل البيض عليها. وفيكم تحطوا بيض قد ما بدكم، انا لحط 5 بيضات، فيكم تحطوا 4، فيكم تحطوا 6، قد ما انتم بتحبوا، بس طبعا انه ما مش كتير كتير يعني ما توصلوا للدزينه. اوكي هلا كسرت البيض، هلا بدي احط الملح فوق البيض، هذا الملح فوق البيض، وهلا بدي احركهم. بس كسرت البيض على نقرة الكوسة قويت شوي النار، حطيتها على العالية شوي، يعني عليت النار حطيتها على الهاي لحتى البيض يجمد بسرعة، حتى ما قلب فيه كتير. هلا بنطر. هلا في منهم بحبوا كمان رشة نعناع يابس عليها، هالاشياء ذوق كل واحد هو كيف بحب الاكل. فيكم ترشوا عليها بقدونس ناعم، فيكم ترشوا عليها نعناع يابس على وجهها، بيرجع اختيار لكم. بس هلا بعد في رب البندوره بدي احطها، هلا رح نزل رب البندوره عليا، وهيدي كل طبختنا لليوم بتكون. وهلا بحركها صدقوني نكهتها كتير طيبة، بس تجربوها حتحبوها كتير. هي هالطبخة كتير قديمة جبلية، يعني أهل الجبال كانوا يعملوها. هلا تقريبا قرب أطفي تحتها، يعني منقول أخذت كلها سوا من بعد القلية لاستوت نقرة الكوسة 6 دقايق على النار. وهيدي هي طبختنا، بتمنى تشتركوا معي بالقناة على اليوتيوب. كمان بتمنى تعملوا تضغطوا على الجرس تبع السبسكرايب ونكون فريند على اليوتيوب، هيك نعمل اكلات لبنانيه سوا.